زوز فرق من أجل العودة للانتصارات. الحامي يرجع من جديد للتشكيلة الأساسية، معين الشعباني على بنك الاحتياط، زياد الدربالي منذ البداية، البكري المحجوبي وبوشروان يتغيبوا. جات بريود خايبة توا الحمد لله رجعت معناتها شد فورمتي واحد الحمد لله قاعد نخدم على روحي ولا باس توا الحمد لله. احنا تبارك الله عندنا 22 لاعب معناتها في الترجي وواحد اليوم والاخر غدا معناتها ما عندنا حتى مشكل. معناتها حاجة عادية وكل لاعب يكون على البنك كل لاعب يكون خارج قائمة. ما نكبروش حكايات هذه كورة فهمت؟ ما فما حتى شيء. المشكلة بينك وبين يوسف؟ يوسف مدرب كبير وما فما حتى مشكل. بالعكس انا ويوسف عندنا تربطنا علاقة طيبة وعلاقة كبيرة. وقف ما حد شيء. المدرب اختار انه باش يخليك على بنك. البروجرام هذا مسطر وموجود ملي كنا في دبي ملي في البريباراسيون معناها. معناها البروجرام هذا عندنا دي جوار معناها معرضين اكثر للبليسور. اللي منهم انا. قاعدين نجريو في الانترنو حتى في الماتش. وعندنا سيكل جاي جديد معناها فيه برشا شارج نتاع ماتشوات. هذاك علاش معناها الاختيار تاعنا باش نرتاح الماتش هذا وقدرة ربي الماتش قفصة باش نكون موجود. قالوا بين التلميذ واستاذه قال المحبة والعشرة الطيبة. الحمد لله الحمد لله. دون لو تون كنت قبل تقول طارق وزع هكا اخرج هكا اليوم شكون تقول له؟ هو على البنك تاع قفصة. شد حيله. وانت شو تقول له؟ ربي معانا الجوز ان شاء الله. 90 دقيقة كرة تنطلق من بوعزي باتجاه الدربالي اسبق من مدافعين ملعب القابسي كرة في طبق الانيرامو والنهاية كانت هدف جميل في شباك نديم ثابت. انتصار صعب الظروف اللي عشناها هذا نقول معناها المقابلات كل مقابلات عندها حقائقها. المقابلة هذه تحطت في إطار بالنسبة لنا إطار صعب من كل النواحي نفسانيا ميدان منافس مطالب بالانتصار. هذا ما خلى المقابلة معناها تمشي في الاتجاه هذا وكان الانتصار معناها في آخر لحظات من المقابلة وإحنا معناتها نقط هذوما من يعتبروا هامين جدا. عرفنا كيفاش نلعبوا الاسبيرونس نعرف الاكيب هذه عشت فيها برشا نعرف كيفاش رياكسيون تاعها بعد ديفات. لكن احنا زاد اليوم في معظم ما نقولش في معظم تحكمنا في برشا مرات تحكمنا في اللقاء وخلقنا فرص اوضح من الترجي معناتها اوضح. لكن الغالب هذاك الفوتبول في الاخر ضيعنا فرص جينا في 90 دقيقه ناكلوا بونت معناتها شنو نقول لك معناتها سيرتو انا ديما متاسف على الفور اللي عملوه جولات خاطر حطينا بالحق حضرنا له الماتش هذا بالكدي على الاقل قلنا لازمنا ناخذ ان بوان ولا تروب يعني يخسر معناتها احنا جاتنا خسرتوه في الديزيام ميتون فورستيان معناتها نتاع اللي نجموا النجموا معناتها كان مركو النجم كيما الوقت زاد اللي تمركا فيه البونت وخايب برشا في 90 دقيقه معناتها الناس كل كانت متجهه للنيل نعرفوا احنا اللي مع الاسبيرونس قلنا على الاقل ناخذوا نقطه ثلاث نقاط في الاخر خرجنا خاسرين بالكيفيه هذه. انا عندي 6 مقابلات حاليا اذا نعتبر الاطار الفني الحالي عنده 6 مقابلات على 6 مقابلات يجيو 18 نقطه في 18 نقطه يجيو 15 نقطه يمكن تقول تحترم الى المردود محترم والمردود يخليك في قيمه الترجي تدوز من ناحيه النتائج. الامور الاخرى كل تحب انت تحملها للمدرب هذا كل مش في صالح الترجي مش في صالح مستقبل الترجي لا في حاضره ولا في مستقبله. شنو اسباب غياب ابو شروين؟ كانت الاسباب نتاعو اكثر معناها نفسانيه بدنيه. المقابله هذه كانت مقابله صعبه مقابله تتطلب معناها فرشور فيزيك تتطلب قوه شخصيه على مستوى الذهن. نعرفوا المقابله هذه على مستوى الميدان ما تتطلبش فنيات تتطلب اكثر اندفاع وتتطلب اكثر معناها ثنائيات.